رجل أعمال سعودي يعرفه جميع قادة العالم هاجمه صدام حسين في مقطع مصور أمام الجميع. هذا الرجل وصل لمرحلة عالية من الثراء ويطلقون عليه لقب أغنى رجل في العالم. دخل عالم تجارة الأسلحة وعقد صفقات مع دول كبرى، لكن هذا الحال انقلب بشكل مفاجئ وانتقل من الثراء إلى الفقر. اليوم بقول لكم ما لم يروى عن حياة التاجر السعودي عدنان خاشقجي. من قلب مكة المكرمة ولد عدنان خاشقجي. هذا كان في شهر 7 من سنة 1935. والده هو وزير الصحة السعودي محمد خاشقجي، وهو الطبيب الخاص للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه. ودراسة عدنان كانت في كلية فيكتوريا في القاهرة. هذه الكلية درس فيها الكثير من الشخصيات المؤثرة في التاريخ، والكثير من طلابها هم من طبقة الملوك والأثرياء، وطبعاً اسمها فيكتوريا على اسم ملكة بريطانيا. عدنان كان وضعه الدراسي أقل من العادي، فما كان من الطلبة المتميزين في الكلية، وعنده أخت اسمها سميرة خاشقجي، وهي طليقة الملياردير المعروف محمد الفايد، وأنجبت منه عماد الفايد اللي حصل له حادث مروري مع الملكة ديانا. طبعاً اشتعلت وسائل الإعلام حول هذه الحادثة، والبعض يشوفها اغتيال والبعض الآخر يشوفها صدفة. تحدثت في مقطع سابق بالتفصيل عن قصة محمد الفايد، بحط لكم رابط حلقة محمد الفايد في الديسكريبشن، ولا تنسون الاشتراك في القناة لأن هذا يساعدنا أن نقدم لكم محتوى أفضل. عموماً نرجع لقصة عدنان خاشقجي. بعد دراسة عدنان في كلية فيكتوريا انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً ولاية كاليفورنيا. هدف هذا الانتقال هو إكمال الدراسة بتخصص التجارة وريادة الأعمال، لكن السؤال شلون برز اسم عدنان خاشقجي في ريادة الأعمال، وشنو قصة الإمبراطورية الضخمة اللي كونها لنفسه؟ لاحظ عدنان أن شركات السيارات في السعودية تعاني من مشكلة، وهي أن الشاحنات التابعة لهذه الشركات ضعيفة جداً في البر، فالشاحنات كانت إذا دخلت البر ما تتحمل صعوبة الطريق أبداً. فقرر عدنان يسد هذا النقص، وطرت عليه فكرة ممتازة، فقرر يتعاون مع شركة متخصصة بجميع أنواع الشاحنات. وجد شركة مناسبة اسمها كينورث، فطلب من الشركة تصميم شاحنات مناسبة لطبيعة دول الخليج، وفعلا وصل لاتفاق مع الشركة، وأصبح هو الوسيط ما بينها وبين شركات السعودية، فعقد صفقات مربحة وفتح فرص كثيرة في ريادة الأعمال، فكان يحترف دور الوسيط في جميع المجالات بين المملكة العربية السعودية وأي شركة في الخارج. والاستفادة اللي حصل عليها تكون عادة العمولة اللي يكسبها مقابل جهده، وهي عبارة عن جزء من قيمة الصفقة اللي تمت. لاحظ عدنان قوته في هذا المجال، وكانت نقلة نوعية في حياته. ورغم تميزه الكبير في العمل إلا أن حضوره الإعلامي كان قليل، لكن متى صار اسمه حاضر في الصحف والإعلام بشكل كبير؟ برز اسم عدنان أكثر لما كان نشيط في مجال تجارة الأسلحة، وهذا المجال تحب الصحافة الحديث عنه والكتابة حوله. لكن بعضكم يتساءل شلون حصل المال الكثير من هذا المجال؟ كان عدنان يلعب دور الوسيط بين الشركات المنتجة للسلاح والأطراف اللي تطلب الأسلحة بشكل رسمي ودولي، فكانت الكثير من صفقات السلاح اللي تتم بين المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول يدخل فيها عدنان بسبب خبرته في هذا المجال. والصفقة الكبرى اللي كسب منها عدنان هي صفقة معروفة باسم صفقة اليمامة، وهي تعتبر من أضخم صفقات الأسلحة في العالم. تخيلوا أن هذه الصفقة لفتت نظر العالم كله، ورؤساء الدول كانوا يتابعونها بكل تفاصيلها. ففي سنة 1985 قررت الحكومة السعودية أنها تشتري أسلحة من بريطانيا بمقابلها النفط الخام، وكان العقد بين الطرفين يعتبر أكبر عقد تصدير في تاريخ بريطانيا. فوقع الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمة الله عليه هذه الصفقة مع وزير الدفاع البريطاني مايكل هيزلتاين،
الصفقة تشمل تزويد السعودية ب100 طائرة حربية من نوع التورنادو والهوك ومجموعة ضخمة من الأسلحة والمعدات والبرامج، وقيمة الصفقة تتجاوز 50 مليار دولار. فامتدت الصفقات بين السعودية وبريطانيا بين عام 1985 وحتى عام 2006، يعني لمدة 21 سنة. وكانت مارغريت تاتشر الملقبة بالأمرأة الحديدية جدا سعيدة بهذه الصفقة، لكن الكثير من الدول حسدت هذه الصفقة وأولهم أمريكا، فكتب الكثير من الصحفيين الأمريكان عن هذه الصفقة فتداولوا كواليسها وأثاروا الجدل بشكل كبير. بعدها دخلت صفقة اليمامة بموجة من التحقيقات، لأن الشركة البريطانية تورطت بعدة قضايا مالية فحاسبتها المحاكم في وقت لاحق لأنها تلاعبت في الحسابات وقدمت بيانات مضللة. كان عدنان خاشقجي أحد الوسطاء في هذه الصفقة، وكبرت ثروتها أكثر بعد إتمام الصفقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا، وكانت ثروة عدنان في الثمانينات تصل إلى 4 مليارات دولار، وفي سنة 2005 كانت ثروته تتجاوز 50 مليار دولار. فامتلك قصور فارهة في دول متعددة، وهم توجد صفقات أخرى شارك فيها عدنان وتحدث عنها العالم كله، وذكر فيها صدام حسين اسم عدنان خاشقجي في مقطع مصور. شنو قصة هذه الصفقة؟ وليش صدام حسين ذكر اسم عدنان خاشقجي؟ في سنة 1979 وبعد ثورة طويلة في إيران، أصبحت إيران تحت حكم الخميني بشكل كامل. بعد استلامه للمنصب توترت العلاقة ما بين إيران والعراق، وبهالأثناء شعر صدام حسين بالتهديد فاشتعلت الحرب العراقية الإيرانية. هذه الحرب راح ضحيتها مئات الآلاف من الطرفين، وعانت إيران بخسائر كبيرة جدا. فقرر الخميني قرار مفاجئ وغير متوقع. تخيلوا أن الخميني قرر أن يوقع صفقة مع أمريكا، مع أن في ذاك الوقت كان شعار إيران الموت لأمريكا، إلا أن الصفقة تمت مع الرئيس الأمريكي رونالد ريغان. بس شنو تفاصيل هذه الصفقة؟ الصفقة أن أمريكا تزود إيران بأسلحة متطورة من طائرات وصواريخ وغيرها من مستلزمات الحرب، وبالمقابل إيران تطلق سراح الرهائن الأمريكان اللي احتجزوهم حزب الله في لبنان. اتفقت كل الأطراف على هذا المقترح، وفي قلب باريس كان الاجتماع اللي وقع فيه جورج بوش الأب على هذا القرار، وفي ذاك الوقت كان نائب الرئيس ريغان، ووقع كذلك رئيس الوزراء الإيراني أبو الحسن بني الصدر، وبحضور مندوب من المخابرات الإسرائيلية اللي كان وسيط بين الطرفين. والعجيب أن الصفقة تمت رغم وجود حظر أمريكي على إيران من ناحية تزويد الأسلحة، ولهذا السبب وقعوا عليها الأمريكان من دون علم الكونغرس الأمريكي، فكانت كل الأمور تمشي بسرية. هذه الأسلحة استخدمها النظام الإيراني في حربه ضد صدام حسين، وهذا الموضوع ما ظل بشكل سري لفترة طويلة، ففي عام 1986 تسرب الموضوع إلى الكونغرس اللي هاجم بدوره الرئيس ريغان. فظلت الصفقة سرية إلى هذا التسريب اللي انتشر باسم إيران كونترا أو إيران جيت. بعد هذه الحادثة خرج صدام حسين في مقطع مسجل وذكر فيه اسم عدنان خاشقجي. بل جاءت الحقائق لتكشف في الغرب عن دور عدنان خاشقجي المعروف في صداقته وفي علاقاته مع المسؤولين السعوديين في إيران جيت. قال صدام حسين أن هذه الصفقة تسببت بضرر كبير على العراق، وأن أحد الأشخاص اللي له يد في هذه الصفقة هو تاجر الأسلحة المعروف عدنان خاشقجي، واتهم الإعلام العراقي عدنان بالخيانة بسبب كلمة صدام حسين. هذه الصفقة اللي هزت الإعلام العربي والعالمي وأبرزت اسم عدنان خاشقجي أكثر وأكثر. ومن زاوية ثانية كان الكثير يرى عدنان أنه يتاجر بالسلاح مع عدة دول، وهو لا يقصد الإضرار بدولة معينة بل يمارس تجارته بشكل طبيعي، وصفقاته المختلفة حول العالم يقوم فيها باسمه الشخصي كرجل أعمال. لأن مجال عمل عدنان خاشقجي هو تجارة السلاح،
كان اسمه يظهر في الصحف بشكل مستمر في فترة السبعينات، وكانت الشائعات حوله تثير الجدل إلى درجة أن صحيفة التايمز وضعت صورته على الغلاف في سنة 1987، وتحدثت الصحيفة عن الثراء اللي وصل له وكذلك تفاصيل صفقاته الناجحة مادياً. وعشان نعرف مرحلة الثراء اللي وصل لها عدنان خاشقجي، خلوني أقول لكم بعض ممتلكاته. كان يمتلك أكبر يخت في العالم، هذا اليخت ظهر في فيلم جيمس بوند، وعنده طائرة خاصة يتحدث عنها الجميع بسبب تقدمها وفخامتها، وعنده قصور فارهة حول العالم يزورها المشاهير والأثرياء والتجار، فشبكة علاقاته كانت واسعة بشكل رهيب، فهو على علاقة مع أغلب رؤساء الدول. وكان معروف عن عدنان أنه يصرف المال بشكل كبير جدا، فرغم وجود هذه الإمبراطورية الضخمة إلا أن الحال المادي انقلب تماما، وتحول عدنان من شخصية ثرية إلى شخص لا يملك دولار. فشنو قصة هذا التحول؟ حياة عدنان خاشقجي ما تخلو من المشاكل، فاسمه تصدر الصحف في قضية إيران كونترا، وتصدرت كذلك أثناء صفقة اليمامة وغيرها الكثير من الصفقات. لكن في يوم من الأيام ظهرت مشكلة من نوع آخر، فاستيقظ عدنان على خبر اتهام القضاء الأمريكي له بأنه قام بغسيل الأموال للسيدة إيميلدا ماركوس اللي هي زوجة الرئيس الفلبيني. عدنان خاشقجي تعرض لأكثر من تجربة صعبة في السابق، مثل غرق مناجم النحاس اللي يملكها في أمريكا فخسر أكثر من مليار دولار. فبعد هذه الأزمة باع عدنان يخته الفخم إلى سلطان بروناي اللي باعه لدونالد ترامب في وقت لاحق، بالإضافة أنه كان يصرف المال بشكل كبير ويعيش حياة مترفة تماما. فقامت المحكمة الفرنسية في سنة 1997 بتغريمه أكثر من مليون دولار لأن نقل لوحات فنية بشكل غير قانوني خارج فرنسا، فبدأت إمبراطوريته المالية بالانهيار تدريجيا مع توالي الصفقات المالية والصفقات الخاسرة وكذلك الصرف المبالغ فيه. وفي سنة 2007 توفى عدنان خاشقجي أثناء تلقيه العلاج في لندن، وقبل وفاته بسنوات قليلة كان قد فقد ثروته بشكل كامل وما كان يملك المال الكافي للعلاج، فتلقى العلاج على حساب أحد رجال الأعمال السعودي. فكانت نهاية قصة هذه الإمبراطورية الضخمة. عدنان خاشقجي كان حديث الناس حول العالم، فالجميع يتكلم عن صفقاته وثروته وحياته، لكن رغم ذلك توفى وهو في حالة الإفلاس. فالرجل اللي هاجمه صدام حسين واللي اشترى أشهر يخت في العالم واللي رافق رؤساء الدول الكبرى انتهت إمبراطوريته قبل وفاته. هذا ما لم يروى من حياة التاجر عدنان خاشقجي، تاجر السلاح السعودي اللي كان حديث الناس حول العالم.